محمد شومان لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي في قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الممتاز للمرة 11 على التوالي والحادية والثلاثين في تاريخ المارد الأحمر. شومان يبلغ من العمر 27 عاما وبدأ حياته داخل النادي الأهلي وهو في الخامسة من عمره، وتدرج داخل الفرق الرياضية حتى وصل للفريق الأول وحقق معه الدوري في 9 مناسبات وكأس مصر 3 مرات وبطولات الأندية العربية والإفريقية. شومان من عائلة أهلوية حتى النخاع، فالوالد هو عادل شومان صاحب التاريخ الكبير داخل جدران القلعة الحمراء سواء كلاعب أو كمدرب، فهو يقود حالياً فريق السيدات، كما أنه عمل مسبقاً في منصب مدير قطاع الناشئات وأفرز للأهلي العديد من الأسماء الرنانة، كما أن له العديد من التجارب خارج مصر سواء في السعودية أو الإمارات. والأخت هي فجر شومان لاعبة تنس الطاولة بالأهلي سابقاً، والتي حققت العديد من الألقاب مع الأهلي قبل أن ترحل عن الفريق وتلعب حالياً في صفوف نادي الإسماعيلي بعدما رفضت عرضاً مغرياً للانتقال لصفوف نادي الزمالك، كما أنها اشترطت ألا تخوض مباريات فريقها أمام الأهلي. ونأتي للحديث عن النصف الآخر في حياة محمد شومان، وهي شمس العياشي التي بدأت حياتها كسباحة داخل النادي الأهلي قبل أن تمارس الباليه المائي وتعشقه، حتى أنها أصبحت مدربة فريق تحت 18 سنوات بالنادي قبل أن يتزوجها شومان بعد قصة حب وأنجبا تميم الذي يبلغ 2.5. ويأمل والده أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يكمل مسيرة عائلة شومان داخل جدران قلعة الجزيرة. يعني التقرير فيه كل حاجة، لكن بنتكلم عن عيلة زي ما قلت لكم من طراز فريد، من عائلات الأهلي اللي ليها تاريخ طويل جدا مع النادي، يمكن 5 سنين من 5 سنين، يعني عمره 5 سنين بيلعب في التنس ما شاء الله. كابتن محمد شومان لاعب الفريق الأول للتنس الطاولة بالنادي الأهلي، برحب بيه طبعا. ونهاردة طبعا يمكن لسه محقق الدوري للمرة 11 على التوالي وال31 في تاريخه، وزوجته طبعا الكابتن شمس العياشي اللي بتدرب فريق الباليه المائي تحت 10 سنين برضو في الأهلي. أنا بيراودني سؤال، والتقرير ده بيتلعب، عايز ارحب بيهم انا بحب العائلات الاهلاويه، يعني بنتكلم على الابن محمد، الاب عادل، الاخت فجر، كلها عائله اهلاويه 100%. وده يعني زي ما بقول الواحد بيكون فخور كمان، يعني سيبك بقى من الكوره، احنا عارفين الكوره واخده طبعا السوشيال ميديا والاخبار كلها، لكن الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف يعني نماذج زي حضراتكم موجودين بيحبوا النادي الاهلي، مولودين جوه النادي الاهلي، بطولات مع النادي الاهلي. فانا سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده، وانا والله وانتم يعني منورين، يعني حضرتك يعني انا مبسوط جدا انا معاكم فعلا، وده في يعني في قناه الاهلي، وحاسس ان هو في بيتي، يعني انا احنا بيتنا في الاهلي اكتر من البيت بتاعي. صحيح، اهلا بيكم، منورين كابتن شمس. منورين. تميم فين؟ سايبينه فين دلوقتي؟ نايم فعلا. انا اعرف ان البيت اللي فيه رياضي يعني اكيد بيت بيبقى صعب، بيت يعني محتاج بيبقى فيه تحديات خاصه، بيبقى فيه تضحيات خاصه، ما بالكم بقى انه البيت ده فيه 2 رياضيين وما شاء الله شايلين مسؤوليه، فاكيد التضحيات والتحديات دي اكبر يا كابتن شمس، مش كده؟ موضوع اصعب كتير. لان محمد يعتبر تقريبا اغلب الوقت مسافر بره، فانا اغلب الوقت قاعده بتميم، وبحاول دايما ان انا اخليه مرتبط ببابا اكتر، يقعد يتفرج على ماتشات لايف لبابا، يقعد يتفرج عليه على اليوتيوب، يتكلم فيديو كول. يعني كتير قوي كنا بنخرج احنا الثلاثه فيديو كول، هو بابا قاعد مثلا مريح شويه من التمرين واحنا خارجين ساعتين. يا حبيبتي تفتحي له الفيديو، فيديو كول، لان لا ده يحس ان ده بعيد عنه ولا ده يحس ان ده بعيد عنه. برافو. ده شيء جميل. واحنا دلوقتي يعني بنتكلم، هو دلوقتي مع مامتك مثلا ولا مع بابا؟ يعني انت دلوقتي على الهواء فانت سايباه نايم مع العيله، امال في الطبيعي بتعملي فيه ايه لما بيكون انت كمان عندك شغل؟
لما بيكون عندي انا شغلي الصبح بيروح حضانه. تمام، مين لي عشان خاطر يتعامل مع الناس، ما يبقاش عنده مخاوف من الاطفال، ما يبقاش عنده مخاوف من ان هو يمسك حاجه، يتعامل في حاجه جديده، يجرب حاجه جديده. وبعد الشغل بقعد انا بيه ما بيني وما بين محمد، يعني بنكون مع بعض بنقسم الوقت بيننا، ويعني لو في متعاون يعني. طب نرجع لقبل التعاون، وشفنا في التقرير قصه حب، وقصه الحب اكيد ليها كواليس. قابلتوا بعض فين؟ يعني في النادي ولا قابلتوا بعض وانت كنت مثلا بتلعب تنس طاوله وهي جت، ولا انت كنت حمام السباحه وهي بتمرن؟ يعني قابلتوا بعض فين والقصه بدات ازاي؟ انا هو في على فكره في بنت هي بتلعب تنس طاوله وفي نفس الوقت مدربه في الباليه. تمام، فاول معرفتي كانت بمعرفه اختها شهد، وشهد اختك. هي برده شهد مدربه بالي في النادي الاهلي برده، وكانت برده بتلعب بالي في النادي. تمام، فكنا انا واثنين كمان بتوع تنس طاوله، يعني التنس طاوله وباليك يعني عرفنا بعض وبقينا اصحاب شله، بس كانت شمس مش موجوده في الشله دي. يعني بره الشله بس اختها موجوده. اختها موجوده. المهم اتفقنا ان احنا نخرج نروح اكوا بارك. اوكي، اكوا بارك ده كان ساعتها دريم بارك. سوري، دريم بارك. دريم بارك. دي ايام الخطوبه ولا وانتوا متجوزين يا كابتن محمد؟ لا دي واحنا متجوزين. وانتوا متجوزين والفرح متجوزين من امتى؟ ان شاء الله 14/7/2016. ما شاء الله بالتاريخ. تاريخ. عارف انت التاريخ ده؟ اوعى اوعى تنسى التواريخ دي. كابتن هاني بص حافظ كل التواريخ. طبعا مفيش هزار يعني. بس كده فروحنا هناك، جينا قبل خلاص المفروض هنخرج النهارده، كله اعتذر الا انا واختها وشمس بس. أوكي. فروحنا اليوم ده فضلنا نلعب من الصبح لحد مثلا الساعه 4. كنا رايحين بعربيتها هي، فهي يعني انا عجبتني قوي. مش ايوه قول لي بقى. ايوه قول لي اللحظه، يعني احكي لي اللحظه. فاول ما انت ما كنتش تعرفها، انت تعرف برضه اختها؟ اختها يعني اعرف اختها. اختها اوكي. كنا فضلنا نلعب وكده، جينا في واحنا خلاص خارجين راكبين العربيه هي هتسوق، فهي راكنه قصاد الرصيف، فهي تقريبا يعني جايبه اقول لها شمس انا معجب بيكي، بدل ما تجيب القاره جابت الدي وطلعت فوق الرصيف. بس خلصت على اكسدام العربيه اولها بجد والله. كنت واقفه رحت داخله اتوترت جدا، وبدل ما اجيب القاره عشان وبعدين بص لورا، وبدل ما اجيب القاره رحت طالعه قدام. كمل كمل. ما فكرتش. بس بقى ده كان يوم 31/8. انت حافظ كمان التاريخ اهو، فاكر كل حاجه. كلها باسوردات على التليفونات عشان ما انساش اي حاجه. بعد كده قابلت مامتها، كان في نص 9، وبعد كده بقى خطبنا في شهر 12 على طول. ده الامور كانت سريعه يعني. وبعد كده اتجوزنا في شهر 7، يعني الكاتب كتابنا كان يوم عيد ميلادها 5/7. حلو. وبعد كده انت اللي اخترتيه؟ لا انا اللي اخترت. لا ده شكلها قصه حب من اول نظره يعني. صح. بالظبط كده. وبعد كده كان فرحنا يوم 14/7. بس حلو ان شاء الله. يعني عايزين بقى الابن الصغير اللي بنتكلم عليه يلعب كوره ولا بينج بونج؟ تميم اي ولا اصلا ما فيش باليه مائل للرجال، فيخش سباحه بقى يعني. انتوا يعني هو طبعا لسه بدري شويه، بس طموحاتكم تشوف ابنكم ازاي ان شاء الله في المستقبل يعني. زي شومان. انت بتقولي زي شومان بجد؟ مش لعيب كوره يعني؟ مع ان الامهات كلها اليومين دول انت عارفه لعيبه الكوره والعقود والفلوس، فكل معظم الستات تتمنى ان ابنها يلعب كوره. لا 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 انا نفسي اشوفه زي بابا. ليه بقى بتقولي كده يا كابتن؟ لان هو حد كويس جدا رياضيا وكبني ادم. لا بني ادم بيرفكت. وكرياضيا هو هيبقى احسن واحد هيقدر يديله في اللعبه، هيقدر ان هو يعني اللي انت بتعمله ده صح اللي انت بتعمله ده غلط، هيقدر ان هو يكنترول اللعبه، فاهمها اكتر من اي حد. كويس قوي. بس اللعبه صعبه يا كابتن محمد، انا برضو بعرف بسمع ان اللعبه دي تنس الطاوله دي من اصعب اللعبات، يعني مش اي حد كده يدخل يلعب تنس طاوله وخلاص. هي مش لعبه بس صعبه، هي لعبه صعبه جدا كمان جدا، يعني مستحيل اي حد يبقى بطل فيها بسهوله. يعني لازم يكون بيضحي بحاجات كتير جدا. يعني زي ايه؟ كل حاجه بتضحي بالوقت، بتضحي بالخروجات. انا
تخيلي ان انا من ساعه يعني من اول ما اتولدت لحد ما اتجوزت عمري في حياتي ما طلعت مصيف. انت عمرك خمس سنين والتقرير بيقول لك من عمره خمس سنين. انا اول مره في حياتي اسافر شرم الشيخ دي كانت بعد ما اتجوزت شمس. يعني انت طول عمرك حتى اوقات الصيف او يعني هو وقت. تدريب طول السنه؟ تدريب طول السنه، تدريب الصبح يعني مدرسه كنت بتمرن مع بابا، اروح مدرسه ارجع من التمرين اتمرن ارجع من المدرسه اروح التمرين مع بابا وانا صغير عندي خمس سنين، بعد كده اطلع من التمرين مع بابا اروح النادي ارجع احل لو في واجب او الكلام ده، بعد كده اليوم بيتكرر هو هو، مفيش خروجات مفيش الكلام ده. يوم الجمعه طبعا لازم اروح لاهلي، فبرضه مفيش صحاب مفيش، بنضحي بحاجات كتير جدا. يعني انت ما تعرفش الساحل الشمالي؟ اول مره في حياتي اروحه من حوالي اسبوعين. يا لهوي بجد؟ اه والله اول مره في حياتك تروح الساحل كلها. مارينا ما عمرك ما رحت مارينا؟ اول مره في حياتي بتسمع عنها بس يعني. والله العظيم انا الحاجات دي اول مره اخشها لايديها هي اللي هو بقيت لاقي وقت بقى شويه بعد الجواز. طبعا كل ما بكبر كل ما خلاص بقى يعني عشان ابقى بطل لازم افضل اتمرن كتير جدا، فالحمد لله لما ربنا كرمني بيبقى فيه شويه راحه بعد البطولات، بيبقى فيه شويه راحه بعد السفريه، باخدها بقى ونسافر على طول، هي بقى بتوجهني نروح فين لان انا ما اعرفش اي حاجه اصلا. لا انا اول مره اعرف يعني، انا اسمع ان السباحه بتاخد وقت طويل في التدريب، لكن التنس الطاوله انا على درايتي الصغيره بقول ده يتمرنوا 3 4 ساعات والموضوع بيبقى موضوع سهل، لكن انت تقعد من سن 5 سنين لغايه ما تتجوز كل السنين ديت حتى ما كانش عندك وقت انك تقضي اجازه مع اصحابك او مع اهلك، فدي شيء صعب جدا. ويعني يرجعني تاني تفكري برضو في الموضوع بتاع تميم ان هو هيبقى لعيب كره. لعيب الكره طبعا يعني بتبقى ليه يمكن اعتقد بتبقى مميزات اكتر شويه، لكن كله بيتوقف عليكم يعني، انتوا ان شاء الله تشوفوه في احسن 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 حال باذن الله، وانتوا يحدد مستقبله بنفسه ان شاء الله باذن الله. انا نفسي ان تميم مين دي يطلع الحاجه اللي هو حاببها. مظبوط. كبنج احنا يعني بابا وعمته واهله، يعني اهل بابا هيقدروا ان هم يساعدوه، هيقدروا يقدموا له تكنيكس، هنقدر ان احنا يعني هنكون فاهمين احنا بنعمل ايه. غير ان احنا ندخل نبدا حاجه من الزيرو. طبعا اكيد الكوره ليها مستقبل ممكن يكون اكبر لايف ستايل تاني، بس هي الفكره ان احنا البنج احنا الدنيا فاهمينها يعني عايشين القصه من جوه، ف مفيش خوف عليه. تميم بيجي معايا التمرين من اول ما اتولد، من اول ما اتولد يعني، من هو عنده هي كانت بتروح الشغل وهو قاعد معايا الصبح، كنت انا بروح اتمرن في النادي مع بابا، هو كان بيجي وهو صغير يعني بيبي سنة. اجيب له سنه واقل كمان يعني، كنت بديله اخد ببرونا احطها له في بقه واروح اتمرن يعيط اقعد معاه شويه بعد كده، فهو طول عمره شايف البنج يعني طول عمره بيتفرج بس قدام عينيه. اول ما بيخش الصاله بيبقى عايز يمسك المضرب ويمسك كوره ويفضل يعني هو خلاص هو شايف دي في طول حياته. انت ما شاء الله عليك، مش بس الانجاز في ان انت تحقق 11 دوري على التوالي، وده بيبين مش بس انت شاطر او عندك مهارات خاصه في اللعبه دي، انت بتحب، حاسك بتحب اللعب يعني، انت عاشق للعبه بالرغم من 11 مرة على التوالي التنس. انت ما خسرتش ولا شوط في الماتشات، يعني ما فيش خسارة في اي من الاشواط في كل الماتشات. ده حقيقة، ده فعلا في الدوري الاخير. في الدوري الاخير احنا كسبنا ال 12 ماتش بتوعنا، الثمانية اللي هو بيبقى اول دورة بتبقى 8 فرق، وتاني دورة كانت 4 فرق عشان خاطر ظروف الكورونا والكلام ده. احنا كسبنا كل الماتشات 3-0، دي عمرها في حياتي ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي. كسبنا كل الفرق ومنهم طبعا الزمالك كسبناه 3-0، وانبي المنافس لينا الاساسي كسبناه 3-0 برضو، والدوره الثانيه برضو نفس الكلام برضو كسبنا، لعبنا 4 فرق بس، كسبنا المعادي وكسبنا الزمالك وكسبنا انبي برضو 3-0. فدي كانت حاجه مش هو ترجمه اللي احنا تعبنا، احنا واحنا في وقت الكورونا كان كابتن عمرو رضا وكابتن اشرف فتاح وكابتن محمود الحناوي مدرب اللياقه كنا بنعمل فتنس على الاونلاين على النت وبلس كده كنا كنا احنا اول فرقه ترجع من اول ما كورونا يعني نفع ان احنا نفتح الصاله ونفع ان النادي الاهلي فتح، اول فرقه رجعنا على طول اللياقه، وبعد كده اول فرقه رجعنا في قصدي يعني في الرياضات في التنس طاوله يعني برضه رجعنا، فده كان بيترجم مجهود احنا تعبنا، فعشان الحمد لله كده عشان كده ربنا كرمنا ومش كسبنا بس الدوري زي كل سنه، احنا كسبناه كمان بحاجه يعني سكور حلو اللي احنا 3-0 كل الماتشات. 3-0 كل الماتشات بيفكرنا بالكلين شيت بالنسبه للكوره، ان يعني الكلين شيت ما جاش فينا ولا جون لمده 28 مباراه، انت ما شاء الله كسرت الرقم على مستوى الفرقه كلها يعني انا ولاعيب من الثلاث لعيبه اللي كانوا بيلعبوا
الحمد لله ولا ماتش خسرناه. ما شاء الله. احنا معانا قائد العيله الاهلاويه اللي معانا النهارده يا جماعه، كابتن عادل شومان والد كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم، منورنا في البيت الكبير، وبنتكلم على عيله اهلاويه 100%. حضرتك طبعا قائد هذه العيله، ومشرفنا ابن حضرتك وزوجته، وكمان في الجزء الاخر الاخت كمان على مستوى الفجر طبعا. فاشرح لنا العيله الاهلاويه دي عايشين تنس الطاوله، خاصه تنس الطاوله عايشينها ازاي، وابن حضرتك منورنا هنا في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن هاني، ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك. والله احنا تنس الطاوله عايز اقول لحضرتك يعني كنا هم بيتمرنوا على طول من وهم صغيرين، فعلا زي ما محمد قال كده، ان احنا فعلا ما كناش بنتمتع باي سفريات او اي حاجه، لان اللعبه دي بتحتاج تمرين على طول. كنت باخدهم ومرنهم على طول، في اذا كان في النادي او قبل ما، وانا كنت مسافر الكويت كنت بمرنهم برضو، فكنا عايشين على طول حياه تنس طاوله يعني. في الكويت. أنا والله وأنا كمان مصر. أنت مولود فين؟ فين؟ أنا ما أعرفش. مولود فين يا كابتن عادل؟ أنا عارفة. لا طبعا حضرتك بتتكلم على يعني على لعبه، يمكن انا اول يعني ما كنتش اعرف ان لعبه تنس الطاوله بتاخد هذا المجهود والكم الكبير، لكن طبعا على مستوى البطولات ما شاء الله، يعني بنقول لك مبروك يعني لمحمد البطولات والاسم الكبير اللي عمله، وكمان لحضرتك تمام، حضرتك كنت لاعب كبير ومدرب كبير في النادي الاهلي على مستوى تنس الطاوله، فده يعني عائله اهلاويه 100%. مش عايز اسالك على الكوره، لان يعني انا يعني برضو نفس السؤال، محمد ما لعبش كوره او حاول يزوغ منك كده شويه وصغير يلعب كوره؟ هو محمد مالوش في الكوره، بس انا ليا في الكوره. انا كان لينا في الكوره زمان، كنا بنلعب، حتى كان نادي الاهلي زمان كان بيعمل دورات رمضانيه، وكان فريق تنس الطاوله بيشترك فيها، وكنا بنعمل نتائج طيبه جدا في كره القدم يعني. طب ده شيء كويس كمان على مستوى الكوره. كابتن عادل، انا عايز اتكلم مع حضرتك، يمكن برضو في اللي عرضوا التقرير عن حب حضرتك طبعا بالاساس، وده اللي يعني صدرته لاولادك، او يعني هم ورثوه منك حبك للنادي الاهلي. يعني حتى يمكن فجر اللي اتعرض التقرير، اخت كابتن محمد رفضت ان هي تلعب لفريق نادي الزمالك، رفضت حتى ان هي لما تروح لاي نادي اخر ان هي تلعب امام الاهلي. بالظبط، هو فعلا حصل ان هو يعني عرضوا عليها في نادي الزمالك، بس هي طبعا يعني من وهي عندها مثلا 5 سنين في نادي الاهلي رفضت انها تروح نادي الزمالك. وفعلا لما كان النادي الاهلي بيلعب ضد فريقها اللي هو نادي المعادي، يعني كانت بترفض انها تلعب على اساس انها هي متربيه في النادي الاهلي، فكانت ما بتحبش انها تلعب قدام النادي الاهلي، وخصوصا كمان ان انا يعني المدرب بتاع الفريق يعني. ففعلا كانت بترفض انها تلعب قدام فريق النادي الاهلي. دي روح جميله جدا، وتدل ان فعلا يعني الانتماء ما حدش بيشتريه، وحب النادي. ويمكن لقطه صغيره دي ساعات بنحطها، او يعني ده بيتكرر في لعيبه الكوره، مثلا لما النادي الاهلي يعير لعيب بيشترط ان اللعيب ده ما يلعبش ضده، فالروح دي لما بتكون موجوده دي بتدل كمان يعني متربيين في النادي الاهلي، وحب الكيان موجود في حضراتكم بدايه من حضراتكم لغايه حتى الاحفاد ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وهو فعلا يعني احنا يعني وهي فجر يوم ما كانت يعني يوم هتبطل ان شاء الله في النادي الاهلي، يعني مصيرها هترجع النادي الاهلي وتبطل فيه طبيعي ان شاء الله. كان ليك يا كابتن عادل تجارب تدريبيه في الامارات او في السعوديه كمان؟ لا، هو انا لما دربت في الكويت، وبعدين رجعت تاني مسكت في النادي الاهلي، وبعدين رجعت سافرت دربت منتخب اليمن سنه، وبعدين رجعت وسافرت تاني السعوديه مسكت مدير فني اهلي جده. لاهلي جده. دي اخر حاجه، وبعدين رجعت بقى مصر بقى، يعني استقريت في مصر بقى، قلت كفايه كده بعد ما محمد ربنا رزقه بتميم، فقلت كفايه كده سفر، والواحد بقى يتمتع باولاده يعني. ما شاء الله. طبعا يعني تاريخ برضو كبير، ويعني احنا طبعا بنشكرك اولا على محمد بطل النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ويعني ده يعني امتداد لحضرتك وحبك للنادي الاهلي. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا تواجدك معانا هنا في البيت الكبير، وان شاء الله باذن الله نشوف ابطال زي محمد على مستوى النادي الاهلي وحتى على مستوى منتخب مصر.
شكرا لك كابتن عادل. كابتن عادل شومان والد محمد شومان طبعا لاعب تنس الطاوله الكبير. احنا بعد الفاصل بقى نتكلم عن الباليه شويه برضو. حياه صعبه جدا يعني عشان تبداي تمرني حد او انت حتى من وانت اكيد بتلعبي اكيد بتبداي حياتك بعد الفجر صح؟ التمرين يبدا 5 4 ونص 4 ونص 5 الا ربع احنا على المايه. 4 ونص على المايه الشبكة موجودة يدوبك نسخن عشان نبدأ تمرين 5 عشان خاطر لازم نخلص 7 لربع يعني ما نعديش 7 عشان يدوبك نستحمى في 5 دقايق نلحق نوصل المدرسة قبل 7:30 عشان نلحق اللاين تمام عشان نبدأ يوم دراسي كامل نخلص 3 نكون في النادي الساعة 3:30 4 نبدا تمرين الساعه 4 ونص بعد ما نكون اتغدينا. لا بس انا خلينا في الكوره. لا 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 بتلعبي معاكم الكوره اسهل يعني نروح نتمرن ساعتين ساعتين كده لكن اللي بتقوليه ده نطلع فاصل بس وخلينا في الكوره اتفضل. زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان حتى حياة اللعيبة اللي بيلعبوا الباليه المائي دي برضو حياة صعبة جدا ان انت تبدأ تقف على اللاين صح يا كابتن شمس خلي ساعديني تقف على اللاين 4:30 الصبح مش 5 كمان 4:30 الصبح واقفة على اللاين ومش وايه شبكة ايه اللي بيكونوا المعدات اللي احنا بنحتاجها في التمرين تمام. ده كلميني بقى عن صعوبة يعني صعوبة المهمة. انت بتدربي ولاد صغيرة جدا في السن 4 سنين و5 سنين بتقولي لي استجابة اللعيبة يا حبايبي الصغننين دول بيصحوا بقى ما بيصحوش اكيد صح؟ هو يعني لحد تقريبا 6 سنين 7 يعني ممكن 7 سنين ما بنكونش لسه بنجيبهم تمرين الفجر. بعد كده خلاص هي وصلت 7 سنين 8 سنين عدت اول بطوله 2 ده الفريق بتاعي في نادي الزهور. دول ولادك دول دول حبايب بحبهم جدا. انت بتدربيهم وهم عندهم كام سنه؟ لا دول انا بدات معاهم متاخر بدات معاهم وهم عندهم 12 سنه فضلت مكمله معاهم تقريبا سنه ده في نادي الزهور. بس ما عرفتش اكمل للاسف بسبب ضغط الشغل والجواز والخلفه كان الوضع صعب قوي بس يعني هم بجد كانوا عيله مش طبيعيه. قعدتي قد ايه تدربيهم؟ يعني قعدتي فتره طويله؟ حوالي 8 9 شهور 9 شهور بس واضح ان انتوا كنتوا مبسوطين مع بعض جدا يعني اول كام تمرينه كانت صدام بيني وبينهم اللي هو في ايه انت قفشه كده ليه؟ ايه المشكله يعني بنريح يعني ايه المشكله لما عملنا التمينة في وقت اطول ثانيتين ايه المشكله لما طلعنا خدنا نفس صغننين صغننين حبايبي مش مستوعبين لا فطبعا لا ده بالنسبه لي انتوا بتهزروا ولا ايه فطبعا دي كانت بالنسبه لي كارثه. ابتدوا بقى ان هو ايه لا ده شمس جايه شمس في تمرين حاجه وبره تمرين حاجه ابتدوا بدات اعلمهم ان احنا لا احنا في الشغل حاجه وقت التمرين ده حاجه انا بتعامل ان انا مدربه وانتوا لعيبه انا جايه اعمل 1 2 3 4 مش هنهزر مش هنلعب ممكن شويه ضحك بس على قد ان احنا 6 ساعات تمرين او 5 ساعات تمرين احنا 5 ساعات بنتمرن. بس انت بقى شكلك عندك طوله بال وصبر من نوع خاص لان انت بتقولي لي حتى تحت الهواء انت بتعرفي تتعاملي مع السن الصغير قوي ده من 4 سنين وطالع يعني يعني ما شاء الله عليكي لان هم البنات انا بحس ان البنات في سن ال4 سنين ده هي عايزه واحده اللي هو تطبطب عليها ومش عارفه ايه بس في نفس الوقت ما تكونش مامتها اللي هي عارفه ان هي هتدلع عليها او ماما مثلا هتعاقب هي بتبقى عايزه حد غريب يقعد يتكلم معاها اللي هو ايه لا احنا بنعمل كذا لا انت شاطره لا انت مش عارفه ايه حبيبتي لو بس الكلام اللي دي شويه بس انت مش بتقعي في حيره بقى من فكره اراء بعض اولياء الامور دايما ولي الامر يعني او الاب او الام بيشوف ان ابنه ده دايما رقم واحد ما بيتقبلش ابدا ان يكون رقم 2 بتتعاملي ازاي مع الحيره دي؟
ولا مش بتقابليها في اللعبه دي؟ لا احنا على طول عندنا مشكله في الباليه ان احنا كل واحده شايفه ان ايه، لا انا بنتي رقم واحد، ده انا بنتي عملت حركه من 10 سنين يا قلبي جابت بيها بقول حقها تمام، مع ان ممكن تكون البنت ضعفت او بقت اقوى. هم هو انت بتقيميهم ازاي اصلا لما بيعملوا العرض ده في الميه؟ يعني ممكن دلوقتي بنقيم لعيبه الكوره بقى دلوقتي بقى بالذات السرد باكات، يعني بصي انا بقيت متخصصه سرد باكات، انت بتقيمي ممكن انا اقيم مع انهم بيتعوروا يا ساتر لا 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 يا ساتر لا ده انا ليبرو جامد جدا. انت ازاي بقى بتقيمي لاعب يعني بنت في الميه بتأدي اداء انا شايفاه ممتازه جدا، يعني انت بتعرفي ازاي ده اداء متوسط ده اداء لا جيد؟ هي بتبقى بالخبره بس ان احنا متقسمين حاجتين. فيجرز دي بتكون حركات ثابته مفيش فيها عليها اي ميوزك، دي بتبقى زي ان احنا بنظهر ستايل الحركه، الحركة بتتعمل ازاي، الايد بتتحرك ازاي، شدت المشاط ازاي، شدت رجلها ازاي، تمام، البوزيشن واقفة 90 درجة بالظبط ولا لا، مميلة سنة، يعني في بوزيشن ان هي بتبقى واقفة كده تمام واصة تحت ورجلها فوق، مجرد ان هي رجلها مالت سنة كده بتقل درجات دي كده بقت اوفر، مع ان ممكن تكون حضرتك تشوفها عادية تشوفيها بس انت ليكي نظرة فنية بتقولي ربع درجة يمين ربع درجة شمال دي كده اوفر لا كده الدرجات هتقل أوكي. دي كده مش عارفة ايه لا كده الدرجات هتقل الظهر مفتوح سنة رقبة مفتوحة في قريب شوية من الجامبنج او الدايفنج برضو حتة سقطة الدايفنج زي اذا كان ستريت ولا مايل، يعني كلها اجزاء فنية مهمة جدا. بس اروح كمان لمحمد علشان كنت بتكلم معاه في الفاصل، انت ازاي انت لاعب النادي الاهلي وبتلعب في نادي تشيكي، يعني انت محترف واحنا متعودين لعبة الكرة لما بيخرج من النادي الاهلي بيروح يحترف في نادي، لكن انت بتلعب على مستوى النادي الاهلي وكمان بتلعب في نادي تشيكي. بص حضرتك، هي اول حاجة ده حاجة اللي لازم نشكر عليها النادي الاهلي لان هو بيسمح ان احنا يعني يزود لنا خبرات، لان هو بيسمح ان احنا نسافر وناخد وقت من التمرين بتاع النادي الاهلي ونروح نلعب ماتشات هناك وبنرجع على طول، بتبقى الاولويه للنادي الاهلي. زائد ان في بعض الدوريات في اوروبا بتسمح ان انت ينفع تلعب في دوريين، وفي دوريات بترفض رفض تام، فرنسا والمانيا فرنسا والمانيا ما بيسمحوش، ولكن في يعني بيحصل اكسبشن، يعني مثلا في المانيا بيحصل لناس معينه مش المحترفين استثناءات للاعيبه الالمان نفسهم، يعني للالمان نفسهم للتيم بول مثلا عشان خاطر مثلا ده رقم واحد في المانيا، او ديمتري لما كان بيلعب حتى في الدوري الالماني مسموح لهم ان هم يروحوا يلعبوا في الدوري الصيني عشان يزودوا الماتشات وخبراتهم والكلام ده. في الدوري التشيكي هو مش مسموح، ولكن النادي بتاعي يعتبر هو النادي رقم واحد هناك، فهو اتكلم مع الاتحاد وسمح لي ان انا ينفع العب في النادي الاهلي زائد ان انا العب في الدوري التشيكي بما لا يؤثر على الجدول بتاع الدوري التشيكي، فالاتحاد وافق وده بقى الموضوع بقى سيستم يعني بقى سيستم. وكنت برضو بتكلم معاك انت على المستوى الدولي، في سن معين للاعتزال او المنتخب بياخد مثلا يقول لك انا باخد الصغيرين دلوقتي، ولا ايه سن الاعتزال في التنس الطاوله؟ هل في سن معينه ولا على حسب خبراتك وحسب ادائك؟ والله بص، هو بنسبه كبيره الناس بتميل دايما في الرياضه للسن الصغير لان ده بيبقى المستقبل، ولكن لو انت عندك لعيب بالمناسبه انت بتلعب دلوقتي واحد عنده كام؟ 58 58 سنه ما شاء الله، يعني تحركوا كمان في الملعب ما شاء الله. لا حضرتك شوف البونت ده مثلا، الله، انتوا يا جماعه مجارين الصوره ولا هي صوره كده بس عشان افهم؟ ما شاء الله ما شاء الله، هو كسب البونت ده في الاخر، ده كسب البونت ده، بونت طويل جدا جدا. فده كان ده عمره 8 يعني ما فيش يعني ما شاء الله ما مش متوقف على السن، هو مش طبيعي على فكره، الراجل ده مش طبيعي يعني، هو ده ما فيش سن حد وصل للسن ده. ده فين ده محمد؟ كنت بلعبه فين؟ ده في الدوري التشيكي. الدوري التشيكي اوكي. ده اسمه بندتش، ده كان خد ميداليه اولمبيه قبل كده في الزوجي. انا كمان كنت بتكلم كمان ان في لعيب هو اللي جابني الدوري التشيكي اسمه ريتشارد فان بورني. ده مثلي الاعلى. جابك منين؟ ده جابني من الدوري الالماني. الدوري الالماني يعني انا كنت بلعب اول ما رحت خالص، انا رحت الدوري الالماني وانا عندي 19 سنه مثلا. كان بيبقى فيه بطولات فردي، كنت انا رايح العب درجه رابعه اصلا، نادي كده درجه رابعه، بس هي كانت انا شايف ان دي خطوه كويسه. رحت لعبت بطوله فردي، كان هو بيلعب درجه اولى،
كنت هكسبه وماتش كان قريب جدا ان انا اكسبه. قام جه بعد الماتش بيقول لي انت بتلعب فين؟ بتلعب فين؟ قلت له بلعب في المانيا. واستغرب من مستواك العالي طبعا. قال لي انت بتلعب فين في المانيا؟ فقلت له بلعب في نادي اسمه الدخاو. قال لي ده بيلعب درجه رابعه. قلت له قال لي طب انت ليه بتعمل كده؟ فقلت له انا اول مره اطلع وعايز يعني العب في دوري احسن. قال لي طب هات رقمك وانا يعني هشوف الدنيا فيها ايه. سنه ما كلمنيش السنه اللي بعدها لعبت في نادي اسمه شوفهاوزن ده بيلعب درجه ثالثه. بعد كده هو كلمني بقى قال لي تيجي تلعب في الدوري التشيكي درجه اولى ده اكسترا ليج دوري قوي جدا من اقوى دوريات في اوروبا كلها. طبعا وافقت ولما رحت كان هو بقى المتوليني في التمرين ومتوليني في كل حاجه. الاب الروحي ده هو فعلا بالنسبه لي كده يعني. هو انا رحت ثلاث انديه ما بتكلمش مع النادي كلموا مع فامبورني ما تعرفش يعني خلاص يعني هو يقرر انا اروح فين من شده ايمانك بيه او ايمانه بيك يعني. بالظبط هو خلاني اشوف حاجات انا ما شفتهاش في نفسي وكمان ضاف لي خبرات كتير جدا في حياتي يعني في حياتي كلها يعني. هو كان مهتم بيا في التمرين كان بيوديني اروح مرمى منتخب التشيكي طبعا منتخب التشيكي قوي جدا بس بعلاقاته هو كان رقم 16 على العالم كسبان رقم 1 و2 على في الصين قبل كده فاداك اوبشن انك تخش كمان في الهاي ليفل بالظبط وبقيت فعلا اساسي بقى مع منتخب اي تمرين منتخب بيكلموني تعالى اتمرن معانا حلو هو السبب ان انا اروح النادي بتاع اللي انا فيه دلوقتي اللي هو هافليك برود ده نادي اقوى نادي هو اللي برده كلم لي صاحب النادي خلاني اروح من اكتر امنياتي اللي انا هو عنده 48 سنه وانا عندي كان ساعتها عندي 26 سنه فات الكلام ده فالفرق ما بينه وما بينه يعتبر قريب جدا من الفرق ما بيني انا وتميم صحيح. فبقول له انا نفسي هو بيلعب في الدرجه الثالثه وجامد جدا فبقول له انا نفسي اكون بلعب افضل العب لحد ما تميم يبقى معايا في نفس الفريق زي ما انا وانت كده زي ما انت هو بتلعب يعني هو بيشجعني جدا لان هي برده في التنس طاوله مش مرتبطه بعمر لكن مرتبطه بطريقه لعب وانا يمكن طريقه لعبي مش سريعه جدا فمش بطلع بره الترابيزه مش بتحرك كتير ممكن لاحظته فعلا دلوقتي حافظ على الفيتنس بتاعك زي ما يقول لعيب كره ما بيجريش كتير فهو حافظ على البوزيشن بشكل كويس بالظبط وطريقه لعبي سريعه فبتخليني ما بحركش كتير فده ممكن يخليني هو بيفضل يقول لي انت هتلعب اكتر مني كمان يعني ما شاء الله هتكمل اكتر مني واكيد هتلعب تميم معاك في الفرقه في لعبه البالي المائي اكيد وانت بتتعاملي مع السن انا عارفه انت دلوقتي مش بتدربي انت عشان طبعا ابنك ربنا يحفظه لك يا رب فما عندكيش وقت ان انت تعملي تلعبي كل الالعاب بس قولي لي وانت فتره التدريب مع الولاد الصغيرين قوي دول اكيد في بقى مواقف يعني مش هتنسيها معاهم يعني في اكيد بقى كل العجائب بتظهر مع السن ده اول تمرينه في الشتاء كان يوم مطبة كان امتى ممكن من سنتين ونص قريب كانت اول تمرينه في الشتاء وكانت الدنيا ساقعه قوي واحنا عادي في المايه فين المشكله يعني فين المشكله الجو ساقع لا والله مفيش مشاكل تمام وبنوته صغيره اسمها هنا هي لحد النهارده انا بحبها جدا وهي بتحبني جدا قعدت تعيط ما لا يكل عن 10 دقائق 10 دقائق عياط في المايه انا عايزه اروح وانا مش هكمل والميه ساقعه وابتدت ان هي بتتفعش ابتدت ان فاللي هو اوعي تقولي لي كنت مصممه تكمل لا واحنا عادي كملنا التمرينه بجد والله يا لهوي ده لو منك انزل اعيط جنبها انت بتتكلمي في ايه احنا حتى الاهالي عندنا في النادي كملتي بتقولي التمرين عادي كملت التمرينه ساعتين عادي تمرينتي كانت من 6 ل 8 فاحنا كملنا من 6 ل 8 طلعتها 8 وهي بتعيط من 6 ل 10 مثلا 6 وربع بتتعاملي ازاي في المواقف دي يا كابتن شمس؟ بنفضل يعني بفضل اتكلم معاها معلش طب اشتغلي انت لو اشتغلتي هتدفي نفضل كده كتير بعدين بنوصل بقى للليفل اللي مش حلو انت لو ما طلعتيش اشتغلتي هتطلعي تروحي لو طلعتي تروحي مش تيجي التمرين الجاي لو ما طلعتيش لو ما جيتيش التمرين الجاي مش تيجي خالص تقعدي جنب مامي في البيت ده مجهود اضافي على المجهود اللي انت بتعمليه يعني هي لازم تكسر الحته ديت يعني انت لازم تكسر الحته الجزء الاول 10 دقائق كده والخوف والتعب وساعات بيجي لك كمان ممكن بنات تعبانين من التمرين فانت كمدربه لازم تكسر الحته ديت يا اما نقاش يا اما بالحزم يعني ده احنا بنقعد نتناقش مده طويله عشان خاطر البنات لسه في الاول طبيعي. مش عايزينهم ان هم يكرهوا اللعبه مش عايزينهم ان هم يبقوا خايفين مننا لان احنا بالنسبه لهم حد غريب فبنفضل نتناقش في الاول مده طويله بعد كده بقى الاهالي بيجوا فبنفضل نتناقش مع الاهالي ان انت ما ينفعش انت تيجي مظبوط يعني مزبوط. انا هنا
اكني ماما في البيت، فما ينفعش انت تتدخلي. طبعا الموضوع ده بيبقى صعب جدا جدا، بقول لك محتاج مجهود على مجهود يعني. احنا بنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تجيبي اخت التميم تلعبيها بالي مائي. مش هنسكت احنا على الموضوع ده. يلعبك يا محمد ان شاء الله الموضوع ده يا كابتن شمس. شكرا ليكي حياتي، شرفتينا النهارده جدا جدا، نورتينا فعلا، نورتنا كابتن محمد من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا. نورتينا كابتن محمد، نورتنا بجد، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه. وشمس نورتينا وبالتوفيق، وسلمي لنا بقى على تميم بسهولنا. شكرا ليك. شكرا. نورتونا.